اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اواصل حواري مع ضيفي العزيز الاستاذ سامي عاشور. قبل ما اروح للاستاذ فريد الديب، حضرتك قلت في تصريح ان محاكمه مبارك اوشكت على الانتهاء وان المحكمه يمكنها ان تصدر الحكم قريبا. ممكن ده يتم قبل انتخابات الرئاسه؟ يعني من المنتظر طبقا لجدول اللي وضعته المحكمه لدفاع المتهمين على منتصف فبراير او 18 فبراير على الاقصى. هيبقى في يوم تعقيب او يومين او ثلاث ايام حتى تعقيب، دخلنا في 20. بعد كده هيبقى المحكمه بتحجز للحكم حسب وقتها، هي اسبوع اثنين ثلاثه شهر على اكثر تقدير، فنبقى دخلنا حتى في مارس. سمعت حضرتك عن مطالبات وكلام بيتقال في مجلس الشعب، احنا عايزين مش عايزين النوعيه دي من المحاكمات، وعايزين محاكمات توريه، ولابد ان يكون هناك تعديل ومحاكمات اخرى لإفساد الحياة السياسية وإفساد النظام والسرقات، وتكون أسرع من ذلك وخلافه. هل ده جائز؟ طبعا ما يتناولش القضايا المنظورة أمام المحاكم هذا الكلام، يعني القضايا التي تم تداولها في المحاكم ومستمرة ما حدش هيقدر يسحبها أو يرجعها إلا إذا عمل محكمة باسم آخر واستدعاه باتهام آخر. لا لا يا سيد الفضل، مبارك يحاكم على موضوعين في غاية البساطة. نعم، الجرائم القتل التي تمت من فتره من 25 ل 28 او او او, أو 30 لحد موقعة الجمل. اثنين لا 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 لغايه قبل موقعة الجمل. اثنين بيتحاكم على موضوع التربح من وراء صفقه الغاز وتسهيل السلام. دول موضوعين انا بعتقد انهم من اقل الموضوعات شانا كان يمكن ان يقدم بشانهم حسني مبارك. يعني ما ينفعش نظام أقسم البلد وأطحها وبحها وغدرت، وفي الآخر نختزل الموضوع في أنه طب قبل 25 كنا ما ارتكبش حاجة. يعني هو احنا هنحاسب حسني مبارك على بعد 25؟ نعم. لا احنا امال الثورة قامت ليه؟ قامت عشان في جرائم، هذه الجرائم التي قامت من أجلها الثورة بد أن تتم المحاكمة بشأنها. دي عايزة محكمة شكلها إيه؟ عايزة شوف أقول لك على حاجة، وده انا قلته في دفاع المدعين بالحق المدعي، قلت ان كل الثورات على مدار تاريخ مصر او في العالم كانت بتحاكم اسراها. ما فيش ثوره ما حكمتش من قامت وانقلبت ضده. نعم، لانه معنى انك تقوم بثوره و و و و و و ولا تفرض قانونك قانون الثوره على ما يجري من تصفيه للماضي، تبقى بتعرض نفسك لمخاطر سياسيه ومخاطر عسكرية وأمنية. أي ثورة بتعمل كده إلا الثورة دي. إحنا بدأنا بأنه أيوة هنحكم الناس دي طبقا للقانون الذي كان موضوع لمحاكمة كل الناس. الناس بتعتبر ده نوع من الحضارة والتحضر. أنا بعتبر إن ده ملوش علاقة بالثورية. إحنا مش بننظر، إحنا بنتكلم يا إما في ثورة فالثورة بتحط أحكامها وبتفرض قانونها. ما تمش يمكن ان يتم في جرائم اخرى في قانون افساد الحساسه او قانون الغدر المعدل. نعم، الذي لو اجيز هيتم صحيح اقر المجلس هيتم محاكمه سياسيه لكثير من الشخصيات عن العمل السياسي والعمل الحزبي والعمل العام والمراكز القانونيه اللي ممكن يتولاها في البلاد. في جرائم كثيره جدا تدخل في اختصاص القضاء العسكري. نعم، في جرائم كثيرة تدخل في إطار في جرائم أمن الدولة العليا طوارئ تدخل في اختصاصها. لماذا يعني لا نترفع عن استخدام هذه المعايير في مواجهة النظام السابق ونستخدم هذه الأدوات في محاكمة اللي راح والسفارة الإسرائيلية؟ نعم، يعني ما مفارقة. واللي تم إخلاء سبيلهم النهاردة من المحاكم العسكرية مدنيين وعيب. طب دول راحوا ليه المحكمة العسكرية؟ يعني حسني مبارك ما يروحش المحكمة العسكرية ودول يروحوا المحكمة العسكرية ازاي يعني؟ ده منطق، ده احد اسباب غضب الشارع. ده جزء من يعني احد الاسباب او جزء من حضرتك بتشوف ان المحاكمات الدائرة دي الحقيقة فيها والمحاكمات فيها ستاخذ شكلا اخر في النقد؟ وارد جدا، وارد، لانه انت بتخضع انت تخضع لمعايير قضائيه وقانونيه دقيقه. نعم، مفيش شك انه اي قضيه. انا كنت يعني انا فاكر اذكر انا كنت بتمرن في مكتب محامي كبير المرحوم محمود عبد اللطيف، وكان بيقول لي حاجه قال لي مقوله حتى الان مستشار محمود عبد اللطيف الله يرحمه، فبيقول لي سامح مفيش
حكم جنائي غير قابل للطعن بالنقد. ما يتنقضش، ما فيش حكم جنائي ما يتنقضش، لابد ان يكون هناك خطا. المهم ان تبحث عن الخطا القانوني الذي يمكن ان يستخدم في نقض الحكم واعاده المحاكمه الرغم. كان سؤالي اقصد بيه، هل ترى ان الظروف كلها وفرت لمحاكمه عادله واضحه في هذه القضايا المطروحه الان امام المستشار رفعت، ولا ترى ان فيها ما سيجيز النقد بسهوله يعني؟ لا انا حتى الان هم اخذوا كل اكثر من حقوقهم يعني الحقيقه في استجابه لكل ما طلبوه يعني انا ولكم وايضا للمدعين بحق المدني بنسبه كبيره جدا يعني اقصد انه حتى ضوابط التعامل مع طلبات الدفاع ضابط معقوله تدخل في اطار المعقول المقبول. نعم. طبعا وارد عليه الطعن وارد عليه الخلاف. نعم. لكنه في النهايه هل يؤدي الى نقض الحكم او الغاء ولا لا؟ نعم. هنا هل يمكن للناس تخيل قبول حكم غير المتوقع في الإدانة؟ لا أتوقع لو حصل، وأنا لا أتدخل في القضاء واحترام كامل لرئيس المحكمة يعني، بس هي حالة في مصر بشكل أنا من رأيي أن المنطقة دي منطقة صعبة جدا للكلام فيها، وأنه ده تحميل للمحكمة أكثر مما يجب أن تتحمله. نعم. ولا يجوز أن تتحمله، واحنا لو كلمنا فيها نخلق حاله من حالات حساسية يعني انا اخشى من كثره الكلام تؤدي الى حرج القاضي، يعني يمكن القاضي انا استشعر حرج فيترك. لا واحنا مش عايزين احنا عايزين قضيه تخلص، كفايه الوقفه اللي احنا مش عارفينها دي كلها. بالظبط، احنا مش عايزين قضيه تقع. طيب هل ترى خصوصا انها قضيه في حته في قسم صغير. نعم، تردد ان الاستاذ فريد الديب سافر ولن يعود، ثم كذب وقال انا في فرنسا، قالوا انه حجز تذكره. هي صياغه الخبر غير منطقيه شويه، انه حجز دلوقتي يسافر بيروت ولكن التذكره مفتوحه لنهايه السنه. كلام مش منطقي شويه، ولكنه سافر خارج البلاد وقبلها تعرض لهجوم وناس راحت له عند مكتبه وناس كانت عايزه تروح له عند البيت. خلينا ابتدي من رد الفعل قبل ما اسال على الفعل. هل ترى ان ده تصرف طبيعي؟ ايضا في الثورات تصرف طبيعي. نعم. انما في السياق العام لا، مش طبيعي. نعم. يعني هو من حقه ان يقول ما يشاء، من حق الدفاع عن اي متهم ان يستخدم كل الوسائل المتاحه لديه قانونا ويقدمها للدفاع الموكل. هل لو انه قبل الدفاع عن الرئيس السابق في ظل غضب شديد من الناس وكراهيه واحساس بالظلم تصرف خاطئ من وجهه نظرك؟ لا، هو قانونا مش خاطئ. نعم. سياسيا خاطئ، لانه يعني انا قلت وانا سالت في الحكايه دي قبل كده مع الاستاذ فريد نفسه، يعني عن الاستاذ فريد ذاته، لما قبل اترفع عن جاسوس او اكثر من جاسوس اسرائيلي. لا. فبعض الناس خدت الموضوع بشكل ازاي تقبل اخواننا قانون الاجراءات بيلزم المحكمه ان يكون له مدافع، اذا ما كانش فيه مدافع مش هتتم المحاكمه، فلازم يبقى موجود سواء جاسوس او نظام سابق. نعم. موجود. لكن تيجي تقول لي طب هل تقبل ان تكون انت في هذا الفهم؟ ما اقول لك لا، لانه من لديه قناعات سياسيه او وطنيه محدده وثوابت يستطيع ان يعتذر عنها. ومعنى اللي يقبل ده يبقى ما عنده. طب خليني انا قابل قناعات سياسيه، بس هل ده معناه ان ما فيش قناعه وطنيه؟ حتى لو دفعت عنه. انا لا، هي طبعا انا مش عايز اجرد حد من وطنيته، خلي بالك. انا اصلا لا اقصد هذا المعنى. عشان كده لا لا لا، انا لا اقصد هذه المساحه اطلاقا. نعم. انما انا بتكلم على احساسه بيها. نعم. يعني انا هقرب لك المساله، رغم انه في فرق بين التشبيه اللي انا بتحدث عنه الهلباوي بك. نعم. عندما قبل المرافعه ضد فلاحين في دنشواي، الشعب المصري حتى الان لم يغفر للهلباوي ما فعله، حتى الان يعني صحي ومات 500 مره في التاريخ ومحدش. ايه اللي حصل لما الهلباوي اتكلم في الموضوع؟ قال انا كنت في اسكندريه، دي مذكرات احد تلاميذه. نعم. انه كان راجع من اسكندريه في القطر متحمس للدفاع عن الفلاحين، وهو في القطر قابل في الديوان احد رجال الخديوي، فنقل اليه ان الخديوي يكلفه بان يقوم بدور الادعاء في قضيه دنشواي، فهو قال انا استشعرت الحرج فقبلت الماموريه. نعم. وتولى هو دور النائب العام، هو طبعا ما كانش في نائب عام ثابت زي النظام القضائي بتاعنا، فقبل ان يقوم بدور الادعاء. نعم. ممثله للخديوي وعملها بالقطع. هو مهنيا
اتصرف مهنيا. نعم. حسبها ازاي وطنيا وحسبها ازاي سياسيا؟ حسبها غلط. هو حسبها غلط بالقطع الهباوي، راجل وطني. بعد كده قعد يكفر عن هذه الخطيئه. طول حياته المهنيه كان يترافع مجانا في جميع القضايا الوطنيه. لكن الشعب المصري لم يغفر. ما غفرهاش. شعب جبار. شعب عنيد طبعا. طيب هل ترى ان هذا الشعب العنيد زادت اعداده او كان في جزء من خروج شريحه منه بسبب مرافعه الاستاذ فريد الديب الاخيره والتي وصف فيها الرئيس السابق بانه نسر الجو والبطل وانه هو الرئيس الفعلي للبلاد حتى الان؟ لا، هو اللي استفز الناس، مش انه قال نسر الجو والبطل، يعني ده كلام يمكن يتقال من اي اتجاه، انما انه ما زال حتى الان رئيس. نعم. انه مين قال انه مش رئيس؟ انه فريق طبقا للقانون اللي صدر في 79، انه خول الجيش لكن ما فوضوش في التصرف، انه يعني الكلام هذه التماحيك السياسيه تستفز الراي العام، لانه ما ينفعش تتكلم عن نظام ساقط فانه لسه موجود. طب الملك فاروق لسه، يعني اسره الملك فاروق المفروض تحكم دلوقتي، يعني يجي حفيده الان موجود احمد فؤاد، واحمد فؤاد يقول انا صاحب الدوله لان ابويا ما خرجت بالمخالفه للدستور؟ نعم. لا يعني ده محمد علي تولى الحكم بالمخالفه ليه؟ النظام الذي كان قائما في ذلك الوقت. فما ينفعش نتكلم على ثوره وشرعيه ثوريه بهذا الاستخفاف. لا ده استخفاف، يعني ده استخفاف سياسي. انا اعتقد انه كان يقصد به دعم المتهم نفسيا، لكنه في النهايه عمل ردود سيء في الشارع. هو هرب بيه عن من خلال الكلام ده عن الكلام في صلب الموضوع. كان خلص صلب الموضوع. لا، مفيش في صلب الموضوع حاجه، يعني انا بطمن الراي العام. المنزعج من حديث الاستاذ فريد بشان المركز القانوني لمبارك في انه الكلام ده مش لا يؤثر في شيء. لا يؤثر كثيرا. لانه الجريمه المتهم بها ودي الذكاء اللي طرحت بالنيابه الموضوع، ما قدمتوش فاعل اصلي. علشان حد يقول لي لازم يبقى فيه شاهد وفي واحد ورصد، لا، ده متقدم باعتباره مساهم شريك بالتحريض وبالاتفاق، ودول القانون ومحكمه النقد بتقول لا يشترط ان يكون هناك دليل، ما فيش حد بيحرض حد، بيجيب 2 شهود معاه. ده بينطبق على الاتفاق، مش الاتفاق ده اتلغى في القانون؟ الاتفاق الجنائي؟ لا ما موجود، بس الاتفاق المجرد هو اللي اتحكم بعدم دستوريته. نعم. ف ما فيش 2 بيتفقوا على جريمه، بيجيبوا شهود يشهدوا عليهم التسجيلات التي اذا بتعتمد على النتائج، بتعتمد على القرائن المنطقيه وما تؤدي اليه، زي ما انت تعرضت محكمه ان تؤدي اليه مقتضى الاحوال، مقتضى الامر ان يؤدي الى النتيجه. يعني زي ما احنا استدلينا مثلا من انه ما تم من محو للاتصالات التي تمت تليفونيا يوم 28 بين قيادات الشرطه والرئاسه، ده اتمسح. ضابط لواء مهندس قال انا بدخل الشريط، اتمسح. طبعا شيء مخجل وسيء. وجم قالوا الكاميرا اللي كانت بتصور من المتحف ما حدث في ميدان التحرير موجوده فيها كل حاجه ما عدا الفتره من 25 ل 31 ممسوحه، اتمسحت. يعني جه اللي عايز يمسح جه بالصدفه لغايه يوم 25 وراح مسح. كان عايز يسجل عليها فيلم، كان عايز يدخل عليها فيلم. مع انه في تسجيلات في هذا في 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 هذا الشريط تاريخها 96 محمله من سنه 1996. ده حرص على التاريخ. فطبعا هذا الذي حدث، انا قلت انه ده يؤكد هذا المسح، يؤكد الجريمه، يؤكد الاتفاق. نعم. يؤكد التحريض، لانه لو لم يكن هناك دليل في هذه المسندات لما موحيت. فالفكره فكره الدليل في الاشتراك فكره قائمه على القرائن وليست قائمه على الدليل اليقيني الواضح الفاضح اللي لابد ان يكون ماخوذ. لما يبقى دفاتر احوال الامن المركزي اللي خرجت من يوم 25، دفاتر الاحوال اللي ثابت فيها تسليم طلقات حيه واسلحه اليه بالالاف، السويس بتاعها بتحتفل بالشماريخ. طب الحمد لله نجحت. نعم. او بساحة وترجع فاضيه. طب راحت فين الاسلحه دي؟ طب في بند كان واضح جدا
بيقول في ضابط كده ما بنعملش حاجه انت ادرى مني قانونا يعني. لا لا انا مسؤول عن كلامك ده ما ياثرش على خالص. المحكمه انا بكلمك خالص. على كلام في الورق في التحقيقات انا بكلمك على كلام ثابت في التحقيقات مش نعم. مش في المحكمه. ال 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 دفتر احوال ثابت فيه الضابط يقول لك احنا انتقلنا ولقينا مظاهره من 200 واحد بيشيلوا مشايلين عصي فتعاملنا معهم بالاسلحه الحيه. وثابت ده في دفتر احوال. طب انت عايز ايه تاني؟ عايز ايه ادله تانية على ان القتل كان شريعة هذا الاتفاق؟ اتصفيتوا انتوا من نادي القضاء؟ القلوب صفيت؟ لا لا احنا شوف يا سيد الفضل ليس لدينا مشكلة مع القضاء. نعم. واحوال المحامين مع القضاء بشكل عام في احسن حالاتها حتى في ظل المناخ اللي احنا اللي مر بفترة اعداد القانون. هي طريقة تقديم القانون والمزايدة التي استخدمت في تقديمه هي اللي استفزت المحامين. يعني قالوا ان المحامين صعدوا الموضوع علشان كان عندهم انتخابات. طب نادي القضاء عنده انتخابات اهو. كنتوا مخبيين ان نادي القضاء عنده انتخابات وبيلصقوا تهمه المزايده في استخدام في العداء للمشروع القانون للمحامين لان عندهم انتخابات. طيب في حد يحط قانون؟ انا اقدر اضع قانون الغي فيه نصوص في قانون السلطه القضائيه؟ اقول كده بلغي النص ده والنص ده في قانون السلطه القضائيه الرقم فلاني والرقم فلاني؟ ما ينفعش. انا ببحث عندك عن رسائل محبه قبل ما اخرج. ما انا عشان عايز اوصلها يعني عايز اوصلك انا بالعكس ده انا حابب ان لا انا عايزك انك خير لا والمحامين والقضاء ان انتوا تهزيتوا احنا محتاجين كل لا لا مش بالقطع احنا مش يعني مش في حمل اي عركه ملهاش مبرر. احنا مش مختلفين على استقلال القضاء على فكره. والمحامين المحامين خلاص. المحامين احرص الناس على استقلال القاضي زي ما بقول 500 مره. انا كمحامي مهنيا بتميز عنك في المصلحه. انت انا وانت كمواطنين من حقنا القضاء يبقى عادل. نعم. لكن انا مهنيا كمان هذا العدل وهذه النزاهه بتسعد ان انا مهنيا لانها بتتفق مع ادائي. لان لو ان هناك من هو غير نزيه او منحرف مفيش جدوى من الكفاءه. اذا بتمد لهم ايديك بكل اذا بالقطع احنا ايدينا ممدوده. نعم. للحفاظ على تاريخ العلاقه وعلى روح العلاقة وعلى الشراكة في تحقيق العدالة. مسك الختام. أنا بشكر حضرتك جدا. شكرا خير بي. ربنا يخليك. بشكركم وأزعجناكم وسأترك الشاشة إلى زميلتي العزيزة لميس الحديدي تكمل معكم وأستأذنكم. أنا من الليلة ختمت عندي أجازة أسبوع أشوفكم إن شاء الله يوم 4 فبراير عودة إلى برامجنا مرة أخرى في شكلها الجديد بكل ما لدينا من إضافات بخريطة جديدة إن شاء الله. ألتقي بكم 4 فبراير وكل عام وحضراتكم بخير.